هم ليسوا مع المعارضة الأوكرانية ولهم داعمون للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، لكنهم بما أن جذورهم روسية يعارضون ويتخوفون من تداعيات الشراكة الأوروبية ويرون مستقبل أوكرانيا في التقارب مع الجارة روسيا. وسائل الإعلام تعتقد إن كنا لا ندعم المعارضة فهذا يعني أننا ندعم يانوكوفيتش. هذا غير صحيح. نحن مع حل المشكلات بطريقة حضارية كإجراء استفتاء على سبيل المثال. نحن نكافح من أجل أوكرانيا لا من أجل حلف الناتو. أنا لا أدعم سياسة يانوكوفيتش ولدي رؤيتي للأشياء. أريد أن تكون أوكرانيا حرة وألا تخضع للغرب. هنا أهالي مدينة خاركوف ينددون بالمعارضة الأوكرانية، ولكن في الوقت ذاته وعلى بعد أمتار معدودة تختلف الصورة تماما أمام مبنى إدارة المدينة. أنصار المعارضة الأوكرانية وفي ظل غياب السلطة المحلية التي هرب بعض أفرادها خارج البلاد واستقال بعض آخر، احتلوا مبنى الإدارة وفتشوا أروقته ووثائقه تمهيداً لقدوم السلطة الجديدة. السلطة في خاركوف تنتقل إلى الشعب الذي يدرك أن أوكرانيا يجب أن تتطور بطريقة حضارية. لا يوجد في أوكرانيا مكان لأولئك الساسة الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق إبادة أبناء الشعب. وغير بعيد من هناك اعتصام آخر، لكنه لمؤيدي معارضة كييف، وهذا جثمان شاب من سكان المدينة من هواة تسلق الجبال لقي حتفه خلال أعمال العنف الأخيرة في ميدان الاستقلال والتي راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح. رانيا دريدي، الجزيرة، خاركوف.